الواحد ذلك خير وأحسن تأويلا. صدق الله مولانا العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فرعي الإمام لي بجهتكم من كبير عناية وشديد اهتمام ولما أحطناه بها دائما من متوالي الرعاية، فقد اقتضى نظرنا السديد أن نولي واليا عليكم وعاملا على عمالة فاس خديمنا الأرض السيد معاذ الجامع لما نعلمه فيه من ولاء لشخصنا وتعلق بعرشنا وعرش أسلافنا، ولما نعرفه فيه من قدرة على الاطلاع بالمهام التي أسندناها إليه وأنطناها بعهدته، فنأمره أن يسعى السعي الذي لا يفتر ولا ينقطع لتنفيذ ما نرسمه من خطط نتخذه من تدبير لفائدة جهتكم وتحقيق أهدافنا ومقاصدنا لصالح سكانها، كما نأمره أن يرقب أحوالكم عن كتب ويعنى بصغيرها وكبيرها ويسهر على شؤونكم سهرا تتوالى به ما نريده لكم من نعم صابغة وسعادة شاملة في الحال والمآل. وفقه الله وأعانه وسدد خطاه وسلك بكم جميعا أجمل المسالك وهداكم كافة لأقوم السبل وأحسن الطرق. والسلام. صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي يولي رعاياه الأوفياء عنايته المولوية السامية واهتمامه الكريم من أجل الالتقاء بما بها إلى مستوى ما يطمح إليه جلالته حفظه الله من تقدم ورفاهية. ويعتبر السيد معاذ الجامع من الأطر الوطنية التي راكمت تجربة مهمة خلال مسارها المهني بالقطاع الخاص والعام وبالإدارة الترابية، فقد سبق وأن تولى مهام مدير عام لمجموعة من الشركات في القطاع الخاص قبل أن يشغل مهام مدير مركز جهة والاستثمار لجهة الدار البيضاء الكبرى سنة 2002، وقد حظي بالثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده سنة 2005، فعينه جلالته عاملا مكلفا بالكتابة العامة لولاية الدار البيضاء، ثم عاملا على إقليم الجديدة سنة 2010، ثم واليا على جهة الشرق وعاملا على عمالة وجدة أنداب سنة 2017. حضرات السيدات والسادة، تكتسي التعيينات التي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بالموافقة السامية عليها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2024، أهمية بالغة بالنظر للسياق الوطني الذي جاءت فيه. فالمملكة المغربية تتطلع إلى إعطاء دفعة قوية لمسارها التنموي من خلال تنزيل عدد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية الهامة، فضلا عن الاستعداد لاحتضاني عدد من التظاهرات الدولية الكبرى. وفي هذا السياق تشكل جهة فاس مكناس نموذجا واعدا للمملكة المغربية من خلال الأوراش التنموية التي تعرضها الجهة، والتي ستجعل منها قطبا اقتصاديا وسياحيا وثقافيا رائدا على المستوى الوطني. وتشتمل هذه الأوراش على شقين متكاملين، يتمثل الشق الأول في مشاريع مهيكلة بتكلفة إجمالية تفوق 11 مليار درهم، وتهم قطاعات متعددة. نذكر منها على سبيل المثال التجهيزات الطرقية بمبلغ 3.66 مليون درهم، وتشمل بناء 5 طرق مدارية وتعبيد طرق مهيكلة تمدخل المدينة والطرق الرئيسية والطرق الثانوية. النقد الحضاري والجماعي، التجهيزات الرياضية بمبلغ 673 مليون درهم، الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 670 مليون درهم لتعزيز التجهيزات الصحية بالنفع التالية، ترميم التراث التاريخي بمبلغ 180 مليون درهم في الأسوار التاريخية وإدارتها والمساجد الكبرى ودور العبادة 420 مليون درهم. حضرة السيدات والسادة،
تبقى مؤسسة الوالي والعام المطروحة لطرف الساكنة، تسهيل خلق فرص شغل عبر استغلال الإمكانات المختلفة التي تتوفر عليها كل منطقة. الله مولانا الإمام ذخرا وملاذا لهذه الأمة، وحفظه بما حفظ به الذكر الحكيم، وأرعينه لولي عهده صاحب السمو الملك الأمير المحكوم ولي الحسن، وشتى أصله بشقيقه صاحب السمو الملك الأمير ولي رشيد، وبسائر أطراف السنة الشريفة، إنه سميع الدعاء ومحقق الرجاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا